الحاجة واش هادشي قلقك بزاف؟ معلومة خويا قلقني، بحال دابا أنا هنا دافع الملف، عرفتي شحال معمول دافعه؟ تيديوني ويجيبوني يديوني ويجيبوني، باش أنا باش نخلص الدار، أنا درت الفلوس 10، أش ودي لي 10؟ وساكنة معايا واحد بنت خويا وتا هي تما زيدة وكبرت تما، قعدت الزواج ديالها تما، الكارني العائلة ديالها تما وعندها الوليدات الصغار، قالوا لها خرجي ما طالعاش في السيستيم، وواحد جا سكن غاول البارح وقالوا له راه كاين أنت في السيستيم وعطوه، علاش؟ لا يعقل، واحد أختيها هي ساكنة تا هي هنا بوليداتها، قالوا لها تخرجي والدار ملك وقريب، وقالنا خرجوا، راه لا يعقل. ولقاتكم نتوما قالوا لي في كل شيء وخرجتوا. قال لك تخرجوا. اخر مطاف ثلاثه هزوا حوايجكم وتخرجوا من الزنقه، فين غتمشي هاد المراه مولات الوليدات الصغار؟ فين غنمشي انا مراه شارفه؟ نعس في الزنقه؟ لا يعقل هاد الشيء، راه حرام، راه الملك ديالنا الله ينصرو راه ما باغيش هاد الشيء، وما تيوريوش الحوايج اللي مهمين، تيوريو على الحوايج ديال الكذوب، راه لا يعقل هاد الشيء، راه حرام. معلوم معلوم نبكي، معلوم. حتى تشوف انا مرة كبيرة وضعت، علاش؟ وعمر دوزتو هنا، مية مات محمد الخامس، علاش؟ ماشي حرام، راه الظلم هذا الظلم. أنا غتلاح الزنقة فين تكون غيدخلني؟ ما كاين عين الله، ماشي حرام، راه حرام، كل هضرنا غتلاح علاش ماشي حرام؟ ها؟ قالنا نهار الثلاث تكون كل شيء مجموع. ها هي ها انت هي ابو الوليدات. تخرجي من طالة غتبقاي في هذا. اش غندير مع الا جاتك السلطة وجاتك اش غادا دير؟ خصها يعطوني البديل، يعطوني فين نكون ونمشي. أنا مرة كبيرة قادة نخدم، يعطوني السكن ديالي. أنت ماشي ضد هادشي، يعطيني غير فين نسكن وريب. وريب احنا تحت الإشارة ديال سيد. مالكي حنايا، حنا مع سيد ريبوا لنا نخرجوا في الصناعة. ها؟ شنو تقولي الناس المسؤولين على هادشي؟ كنقول هاد الناس المسؤولين يديروا معنا حل. يعطيونا البديل يريبها عليا نموت ياك عموت وحده ها هو الراجل استبد هو مات اليوم بغا يتدفن راه ما يدوم الا وجه الله راه حرام سيدنا راه ما يبغيش هذا الشيء وما سايقش لي الخبر تيوريو الكذوب سيدنا يوقف الله ينصرو شي حرام راه حشومه بيضيعوني انا وبيضيعوا بنت خويا وبيضيعوا اختي ولادها راه حرام راه لا يعقل هذا الشيء يعطيني البديل علاش غتشرد دابا كلكم غتلاحق؟ كلشي غيتشرد لا حنا لا جيراننا لا كلشي وما كاينش الوقت والضرب مابقاش واش ضرب يومين نهار ثلاث تخرجي فين غنمشي وجايه وقت الشتاء ماشي حرام والدراري كيقراو راه حرام لا يعقل هذا الشيء الله ينصر سيدنا العار سيدنا لما دير لنا حل العار سيدنا لما تشوف هذا الشيء ودير لنا حل وعطينا فين نكونوا شكرا عطاونا شي واحد اخر شي هضره المهم شي سليمه كلنا هضرنا زيدو كامل اجا مول خويا هادشي اللي كيوقع هنايا راه ظلم بزاف اخويا والله الناس هنا راه مظلومين ومحقورين ناس ضعاف فقراء ما دابا راه ولاو تيخلطوا الاخضر واليابس اللي عنده الحق في الاستفاده ما تياخذهاش واللي ما عندوش الحق تياخذها فهمتيني خويا حنا رانا السكان الاصليين هنايا بالوراق ديال حنا راه جدودنا هنايا جدودنا حنا جدودنا ساكنين هنا وهاد الارض راه ملكيه ماشي ناس اللي مسؤولين على الاراضي ناس قدام هنايا قانونيين الناس هنا كاينين ناس قانونيين غيضيعوهم عندهم التيسر ديالهم حنا عندنا دارنا بالتيسر جا القيد القيد قال لا الاربع الجاي جمعي قلوعك وخرجي فين غنمشيو كيقول لك سير الزنقه وين مين اللي يعقل واحد ساكن بدارو وتقول له سير خرج الزنقه غادي يجيو يحيدوك ما فهمتش انا هذا القانون منين كيجيبو ملي تتهضر معاه تيقول لك القانون جاي من الفوق شكون هو هذا الفوق منين جاي من السماء الله يسر سيدنا جلاله الملك راه ما يرضاش بهذا الشيء ما يرضاش بهذا الشيء راه حشومه هذا الشيء اللي كيديروا راه عيب واه شويه ديال الانسانيه حنا الرساله ديالي هما يراعيوا الحقوق ديال الناس يراعي الناس راه ما تيطالبوش شي حاجه من غير الحق ديالهم الحق ديالهم في السكن الحق ديالهم في السكن والحياه هادشي اللي كيطالبوا به وراه الناس هنا اصلا ضايعين فقراء مضاربينها مع المعيشه مضاربينها مع السوق القفه ومضاربين مع القفه ديال العيش وغادي دابا تزيد تكثر على تزيد عليهم بحال بهذه الطريقه هذه واحد الطريقه لا انسانيه تقول ليه خرج الجيل بدون تفاوض بدون عندك الحق ما عندكش تيخلطوا كل شيء فهمتيني اللي عنده الرساله ديالنا هما يراعيوا ولاد الناس يراعيوا لهم الحقوق ديالهم
وهاد الجمعيات ديال حقوق المرأة اللي كيناديو بالمرأة فينا هما؟ ها النساء تيتلاحوا للزنقة فينا هما؟ هما ولادهم وعائلاتهم فينا هما؟ فينا هما الحقوق؟ فينا هما الحقوقيين اللي كيناديو حقوق الإنسان حقوق الطفل؟ ها الأطفال كيتلاحوا في الزنقة يا ما يخرج انا ولدي. وهي امي هي حشومه يقول لها يقول لها خرجي حشومه دار والديها حنا عندنا دارنا ملكيه علاش تخرجني؟ ها واش حنا في شي دوله ديال ما عطاونا الاستفاده دابا تيقول لك سير كري اش اخويا فينا ولد الكرا؟ انا راسي شحال 7 شهور تنقلب على الكرا ما كاينش كاينه 3000 ربع واش انا الخلصه ديالي ما وصلش 3000 واي راه عاونا شويه راسك ما عمرنا هضرنا ساكتين حياتنا كلها وحنا ساكتين راضيين وتيجي دابا تيقول لك خرج ما راه عيب حشومه اكل ها هي مرحبا ها هي شي حاجه هي الصناعي غتمشي دابا انت امي تمشي هذاك الشيء اللي انت خرجت انا ولدي غتشوف نحية العيال خرب راسهم ندير فيه الميكون هذاك فرصه ديال شي غادي يحيدوك ها هو الفرق الزرقاء يعني انا مني الله مني الله هادشي اللي كاين اولدي شنو بغيتي تقولي لي ماما حيدتيني من الدار عطيني فين تخبى فين تخبى مالك خيطر من الدار من الدار من الدار راس بالكم كانوا هاد الحيوطه غادي يحيدوا اه قال لك خرجي الزنقه قولي شوف فينا سيدنا شوف الحالنا سيدنا وزيدوا بحال دابا انا ما عنديش واش نخلص ما عنديش ندير 3 مليون والبنك ديالنا والبنك ديالنا ولدي دار الوالدين دار ديال الوالدين دار الوالدين اولدي فين ساكنه فين غتلاحوا مريضه فين ما عندك حتى باش نخلص والله ولدي راك مدخلك لدارك تشوف حالتي تبقى فيك والله تبقى فيك عايشه فابور ما تتخلص لا كرا لا والو يخرجوها من دارنا انا مشاهدي الكرام يعني الدمار ديال بصح يوقع هنايا اسر غادي تشرد ناس كبار ناس صغار يعني مستقبل مجهول تعويضات ما كايناش كنتمناو هاد الناس مساكن راه ماشي يجيو لك حنا راضيين بهذا التخيير باغي تحيد هاد الشيء غير حيد غير هو عطينا فين نسكنوا عطينا فين نستقروا يعني حيت ما يمكنش اسر كتكون من 12 فرد غيسكنوا في فرقه واحده يعني شوفوا معنا هاد المساكن هاد الناس المساكن قوية الله يدير لكم شاول ديال الخير الله يدير لكم شاول ديال الخير لا اله الا محمد رسول الله وجسكن عام شهرين وجسكن طاريات وخدا دار وخدا فلوس راه والله ما ان هذا منكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين هادشي هادشي هادي راه مهزالة بالنسبة للمواطن المغربي راه كانت تنقولوا حنا الديمقراطية والنزاهة والشفافة يجي هاد الباشا هذا يجيب القرارات ويعطي لعباد الله ويعطيهم دار بدار تراضي ماشي ماشي تحل تجي وتعطي قرار في ظرف سيمانة خرج راه عيب وعار حنا فين غنديو هاد الوليدات حنا تقرينا الوليدات ديالنا فين غنديوهم حنا شوف حنا والله ما تنعرضوا شي واحد حنا يعطيونا حنا تنقولوها حنا كمواطن مغربي معزين مكرمين فهمتي الله عز وجل معزنا ومالكنا معززنا ومكرمنا هزنا راسنا فوق الجميع ولكن هاد الناس هادو تيهضموا لنا الحقوق ديالنا راه عيب راه عيب امام الله راه عيب تنطلبوا من هاد الناس هادو الله يهديهم يجيبوا لنا الوثائق وحنا حنا معاهم حنا ما قلناش لهم لا حنا ما تنقولوش لا حنا عبد مامور حنا ما تنقولوش لا حنا اللي اتي امرنا هاد الناس حنا معاهم ولكن جيب ما يثبت دلائل جيب لي اوراق جيب لي اوراق اجي خرج راه عيب حنا راه ما خارجين حنا غادي نموتوا مع ولادنا في ديورنا ها باش يعرفوا انا بربي الجليل غادي نموت مع ولادي الا ما جاش ماشي غادي يقول لي حقا ها ماشي مريبة فوق راسك مريبة فوق راسي حيت هو بغى يشردني الله ما نموت وسط التراب الله ما نموت مع وليداتي وسط التراب هو غادي يشردني على الارض شوف الا شردك البرد جاي ولادك غادي يشردوا تاكلك الزنقه الله ما نموت قبر واحد قبر واحد موت وحده كاينه الله عز وجل تقبض الروح موت وحده ما كاينش 70 موت موت وحده حنا ما تنخافوا من حتى واحد حنا تنخافوا من الله عز وجل
وتنعرفوا اللي علينا وتنعرفوا داك الشيء قانوني، ما تنخرخوش يجيب اوراق. ماشي انت عندك سلطه ديال باش تجي تعفط عليا انا كمواطن مغربي، لا، ولا عندك سلطه ديال كذا وتجي تعفط عليا، لا. سيدنا راه ما قالش بحال هكا، سيدنا قال دار سكينه، دار بدار. انا عندي بروميير دوزيام تروازيام وعندي الملك ديالي، علاش غنت غتشردني وانت تقول لي نعطيك الشيك؟ الناس راه مشاو للبنكه ما لقاوش الشيك خاوي، ما فيش بدون رصيد، انت تشردني نبقى نتبعك انا؟ اعطيني اعطيني ما يثبت، اعطيني ما يثبت، اعطيني ما يثبت. حنا تنطلبوا من الله عز وجل يدير مخرج، وهاد الناس يحملوا معنا مخرج، وهاد السكينه هادو كلهم ضروره. هاد الناس هادو اللي تشوف هاد الناس هادو لا حول ولا قوه الا بالله. حنا عاش الملك فهمتي، وحنا ما تنخافوش حتى شي واحد، حيت الملك الله ينصرو عطينا قيمه، عطيت الشعب ديالو قيمه، وما يجيش واحد يهضم لنا القيمه ديالنا، ما يهضمهاش والله ما يهضمها. حنا عندنا بحال الخسران بحال الربح، يجي ريبة عليا ما عنديش اشكال، يهضر معايا قانوني ويحترمني ونحترمه، ما يجيش بالقوه يهضر معايا بالقوه. ما هز الملك ما فيش القوه، ما هز الملك ما فيش قوه. ماشي انت نعسي حلمتي جيتي تدور تعدى على عباد الله، لا، عطي الناس عطيهم داكشي ديالهم ما يرضي الله، وحنا معاك، حنا معاك، والسلام عليكم، والله ينصر سيدنا